بداية نشكركم نساء ورجال الإعلام اللي واكبتوا معنا هذه الجلسة اللي هي الجلسة الأخيرة ديال الدورة العادية شهر أكتوبر، واللي في الحقيقة مرت في أجواء استثنائية ديال الأخوة ما بيناتنا، لأن كان عندنا واحد المجموعة النقاط بما فيهم المصادقة على البرنامج عمل ديال جماعة مدينة مراكش 2023-2028. هذا البرنامج طموح اللي خضع لواحد المجموعة ديال المراحل ومحطات ديال المشاورة مع الساكنة والمجتمع المدني وجميع المنتخبين ديال مدينة مراكش، كذلك مع المصالح الخارجية ومع السلطات المحلية، باش خرجنا بوثيقة متكاملة اللي تنتمناو باش تجاوب مع انتظارات ديال المراكشيين والمراكشيات. المبلغ الإجمالي ديال هذا المخطط 15 مليار درهم. لحد الساعة دوزنا على طريق الشراكات فوق من 9.3 المليار درهم. هذا تيبين بان هذا المجلس داير واحد المجهود جبار في اطار الشراكات، وعنده القدرات باش يلم عليه جميع الشركاء ويفعل هذا البرنامج. فلذلك هذا البرنامج ماشي فقط رؤيه بل هو فعل، وفعل اللي تيتجاوب مع الانتظارات اللي تبنى على الاراده ديال الساكنه ديال هذا المدينه. داز في اجواء رائعه اخويا، الحمد لله كل شيء كان نشط. دابا غادي ننطلقوا في الدراسه ديال الميزانيه، واللي الميزانيه تبين لنا من خلال المجهود اللي دار هذا المكتب المسير بان دار واحد المجهود جبار فيما يخص المداخل، واللي ارتفعوا هذه المداخل فوق من 15%، وتتبين بان مراكش اليوم عندها القدرات الماديه والماليه باش يمكن لها تبرمج هذه المشاريع ديالها وتفعلهم في اقرب وقت. ما بين المحاور الكبرى كاين اكيد المحور ديال السير والجولان، وهذاك المشروع اللي كانوا واكبوا في الولايه الاولى ديالي الساكنه مدينه مراكش ديال البي اش ان اس ديال دوك الطوبيسات، واللي كان هذاك المرور تيسولوا المراكشيين اشنا هو مآل هذا المرور. اليوم راه كلكم تبعتوا واحد الفيديو اللي تتبين في الفعل كيف غادي يكون داك الشيء، والحمد لله هذا المجلس جا وعاود انطلق في التزاماته. شكرا للجميع.